أهلا بكم مشاهدينا الكرام. من الرافدين في صدى أقلام جديد نصل فيها أبرز ما كتب في الصحف العربية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. هدر الجمارك يبلغ 80% وصمت رسمي إزاء غلاء الأسعار. في موقع يقين نت، أمريكا تدين بشدة الهجوم الذي استهدف مطار أربيل. وفي شفق نيوز، رئيسي يعلن إلغاء تأشيرة الدخول بين العراق وإيران. في عربي 21، صفقة التبادل القادمات تشمل رموز المقاومة. في القدس العربي، وزير الخارجية القطري أول مسؤول يصل أفغانستان منذ تشكيل حكومة طالبان. في بوليتيكو، إدارة بايدن أن تعترف رسميا قريبا بحكومة طالبان والاعتراف التكتيكي ممكن. أما في ساندي تايمز، فقلة في لبنان تعتقد أن حكومة ميقاتي ستحل مشاكلهم وتوقف الجوع والفقر. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة العربي الجديد ونقرأ مقالا للكاتب سيار الجميل، جاء فيه: يقترب موعد الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر المقبل، وإذ ينتهي دور الحكومة وتنتهي ولاية البرلمان الحالي أو مجلس النواب، وستتبدل الوجوه حتما والأقنعة معا. وعليه العراقيون منشغلون فكريا ومضطربون نفسيا ومنقسمون كالعادة بين مؤيد للانتخابات ومعارض لها، وهم يعيشون حالة تهافت وفوضى منذ عام 2003، وتكثر التصريحات وتزداد المناكفات وترفع الشعارات الكاذبة في خداع الناس والعالم لكونها انتخابات حرة ونزيهة، ولكن ما سيحدث هو العكس كالعادة المألوفة من هذا النظام الكسيح، وخصوصا أن ثمة أجندة خارجية ستفرض إرادتها على الانتخابات غصبا بحسب تعبير الكاتب. يدرك أغلب العراقيين أن كل الانتخابات يشوبها العنف والتزوير الفاضح، وبقدر ما تزداد شكواهم لمن أدخلهم النفق المظلم بإيجاد طبقة سياسية فاسدة جدا، فإن صانعها يبقى صامتا، وهو يدرك خطورة ما يدور. وتعلم أمريكا كيف انهار العراق وانقسم كل العراقيين خلال عهود خمسة من رؤسائها، ولكنها كانت ولم تزل تبارك سياساتهم البليدة لخمسة من رؤساء حكومات العراق. ولم يعد العراقيون يثقون بالنظام الانتخابي، كما أن خمسة من رؤساء الحكومات إبراهيم الجعفري ونور المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي وانتهاء بمصطفى الكاظمي وصلوا إلى السلطة من خلال التزوير وضمن أجندة أجنبية، وكانت سياساتهم فاشلة ومتوحشة ومحاصصتية ومنزوعة الوطنية لمصلحة ولاءاتهم الطائفية، وهم على رأس طبقة تستخدم الانتخابات والديمقراطية أداة خادعة، وهي لم تعمل أبداً لمصلحة البلاد. وعبثاً أن هناك من يدعو إلى وجود مراقبين دوليين لضمان الشفافية والثقة في التصويت، وكان من المؤمل أن ينفذ الكاظمي ما وعد به في يونيو حزيران من عام 2019 رداً على المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة، ولكن لم يصدر أي إجراءات تقضي بالقضاء على الفساد وإرجاع الحقوق إلى أهلها. أضاف الكاتب: بعد سبع سنوات من تركة رئاسة الوزراء، يعتقد نور المالكي أن الظروف مواتية لعودته، وتلك العمر كارثة حقيقية. ليس مستبعدا أن يرجع هذا الرجل كرة أخرى إلى الحكم تحت حراب الميليشيات والعصابات، فهو يتمتع بنفوذ كبير ولم يزل قوة رئيسة على الرغم من الكوارث إبان حكمه العراق ثمانية سنوات.
كلنا يصدق الأحاديث والقصص التي سمعناها ونسمعها عن تزوير الانتخابات وعن السلوك الشائن للكتل والأحزاب والشخصيات الرئيسة المشاركة وعن طريقة عملها في إدارة التزوير هذا، وقد تولدت لدى الشعب القناعة النهائية بالكيفية التي بموجبها شرع قانون الانتخابات. إلى تفاصيل. حركة الصناديق وصولاً إلى النتائج والخلاصات المحسومة سلفاً، وكل ذلك يجري بعلم الشعب المغلوب على أمره والذي لم يعد يملك القدرة على الاحتجاج بعد تقطيع أوصال حركة تشرين بالطريقة المعروفة. ولا جديد فيما قاله أحد أقاربي من الذين تقدموا لاختيارهم مراقبين ليوم الانتخابات، بأنه وأصدقائه كانوا تنقلوا بين أكثر من مرشح، وكل يعرض عليهم موافقته ومنحته المالية بقبولهم إن صوتوا لصالحه بالطريقة المعروفة، والتي تتضمن تصوير ورقة الناخب بالموبايل. ولعل ما يدور في أروقة المرشحين من حيل وألاعيب يفوق هذه وتلك، وسواء أجرت الانتخابات في موعدها المحدد أم لم تجري، فالنتائج لن تتغير، وما الصراع الدائر بين الأحزاب والكتل بصاب لصالح المواطن ومستقبل البلاد أبداً، فالكل يريد الإطاحة بصاحبه، لكنهم يجمعون على البقاء، ولم يكن إصرارهم على عودة الكتلة الصدرية لسواد عيون المواطن المسكين، إنما لأن مشاركتهم تعني بقاءهم جميعاً. أضاف الكاتب: أحوال العراق اليوم لن تحل بانتخابات كهذه، وكل رهان على الفوز بترعيب الناخب من خصم مفترض بات محسوم النتائج، إذ لم تعد القضية عالقة بمذهب مهدد ولا بورقة مغيبين ولا بوجود رئيس وزراء شيعي فاشل أو برئيس برلمان مرفوض من مكونه ولا أي شيء من هذا الموضوع، خرج عن قدرتكم في فهم إدارة البلاد، وهناك رفض عام لكل المجتمعين. في موقع كتابات ذكر الكاتب جاسم الشمري: تمتاز غالبية العشائر العراقية بالتنوع المذهبي، وهناك في العشيرة الواحدة سنة وشيعة، وهذا لم يكن عائقا لدى العشائر التي امتاز شيوخها بالحكمة والوفاء للوطن وقضاء المواطن. ومع تنامي التغذية الفكرية السلبية ازدادت في العراق مع الأسف في سنوات 15 الماضية المشكلات العشائرية، ولا سيما عند دخول بعض أفراد العشائر على خط القوى الإرهابية أو المتحلقة بالقانون والمناصب الرئيسية، وصاروا يسيئون لسمعة الوطن والعشيرة بسبب تصرفات غير لائقة. ترتيب حلف عام بين عموم العشائر يجرم الذين يعتدون على الآخرين ويتجاهلون المحاكم الرسمية في تحصيل الحقوق إن وجدت. تشتري الحكومة الأسلحة من المواطنين عبر حملة وطنية لجمع السلاح المتوسط والثقيل دون تمييز بين قبيلة وأخرى، وبالذات مع وجود أكثر من 8 ملايين قطعة سلاح خفيفة في البلاد وفقاً لمسح رسمي في العام 2017، ولا ندري كم هي أعداد تلك الأسلحة اليوم، ويجب مضاعفة العقوبات المتعلقة بالنزاعات العشائرية في حال كون أحد أطراف النزاع استخدم الصفة الرسمية أو أسلحة الدولة المرخصة. لابد من إنهاء حالة المجاملات القانونية، حيث إن القانون العراقي يجرم المتورطين بالنزاعات العشائرية ويحكم عليهم بعقوبات قاسية قد تصل إلى الإعدام، إلا أن التدخل العشائري مع مؤسسات الدولة جعل قادة الأمن في مدن النزاعات يتعاملون بأساليب ناعمة لتلافي الملاحقة العشائرية لهم من العشائر التي يحاولون تطبيق القانون عليها، وهذه دلالات واضحة على هشاشة الأجهزة الأمنية التي صرف عليها مئات مليارات الدولارات. هذا وقد أكدت الإحصائيات الرسمية أن المحافظات الجنوبية وبغداد أيضا جاءت في المراتب الأولى في النزاعات العشائرية،
وأن عدد الذين قتلوا في أثناء صراعات العشائر في عام 2021 بلغ 21 شخصاً، وأن بعض العشائر تمتلك صواريخ وطائرات مسيرة ومدافع رشاشة وأسلحة أخرى ثقيلة استخدمتها في أثناء نزاعاتها الدموية. السقوط الأمريكي في أفغانستان، هذا عنوان مقال الكاتب جوناثان جورنال في مقاله بصحيفة العرب اللندنية. قال فيه: إذا بقي الغرب جادا بشأن مساعدة الأفغان فلا يكون عليه قبول طالبان فحسب، وإنما يجب عليه أيضا التخلص من سياسة الترهيب التي فقدت صدقيتها. بينما تختفي ذكرى الجنرال كريس دوناهو، لن يبقى للعالم الغربي سوى التخلي عن قناعاته المتغطرسة، والتي تتمثل في أن نظرته إلى العالم هي النظرة الوحيدة الصحيحة. ومن هنا فإن تبني موقفاً واقعياً تجاه أفغانستان وطالبان سيكون بمثابة نقطة انطلاق جيدة. يتعين على العالم أن يطرح على نفسه سؤالاً بسيطاً: هل يريد الفشل أم النجاح للبلاد مع أو دون وجود طالبان على رأس السلطة؟ ومن خلال حكمنا على ما تثبته القنوات الإعلامية منذ استيلاء طالبان على البلاد، فإن العالم يريد نجاح البلد. وفي الوقت ذاته، وبينما على ما يبدو أن السياسيين الغربيين قد تناسوا أن قواتهم المسلحة قد تجرعت كأس الهزيمة، فقد شرعوا يثيرون الضجيج حول كيفية محاسبة طالبان، بينما تواصل العديد من الدول رفض الاعتراف بطالبان كحكومة للبلاد. سرعان ما سينكشف لعواصم الغرب أن ما يفكرون به بشأن أفغانستان لم يعد ذا جدوى، فعالم السياسة الواقعية هو الذي يحكم الأحداث في أفغانستان الآن، وتبدو تلك التهديدات زائفة وعقيمة. لقد جرب الغرب ذلك من قبل، هل تتذكرون؟ واقع الأمر الذي لا بد لأفغانستان والعالم الاعتراف به هو أن البلاد أصبحت الآن في أيدي طالبان مرة أخرى، على الرغم مما بذلته أقوى دولة في العالم وحلفاؤها من تضحيات على مدى عقدين من الزمن. وأضاف الكاتب: حرب أمريكا على الإرهاب كلفتها ما يقدر بنحو 6 تريليونات دولار، وكان نصيب أفغانستان منها 2 تريليوني دولار. ولو استثمرت أمريكا الأموال في تلك في محاولة بناء أفغانستان لكان لأفغانستان بل وللمنطقة بأسرها شأن آخر الآن في الأقل. وبعد أن تجرعت أمريكا مرارة الهزيمة في ساحة المعركة، فإنه ما زالت أمامها فرصة أخيرة لتفعل الصواب. إلى صحيفة الجارديان البريطانية التي تحدثت عن الثمن الكبير الذي دفعه المسلمون لقاء الحرب على ما يعرف بالإرهاب عقب هجمات 11 من أيلول سبتمبر. فقد ذكرت الصحيفة في مقال للكاتب مصطفى بيومي، وهو أمريكي مسلم، أنه ليس هناك نسخة أخرى من الإسلام معروفة للجمهور. ففي 17 من أيلول عام 2001، وبعد أيام من الهجمات المروعة على الولايات المتحدة، قام الرئيس الأمريكي حينها جورج دبليو بوش بزيارة حظيت باهتمام إعلامي كبير، وهي زيارة المركز الإسلامي في واشنطن. ولكن بعدها ماذا حصل؟ في ذلك الوقت كان المسلمون وكل ما يبدو مسلماً يتعرضون في أمريكا لأعمال عنف رهيبة في جميع أنحاء العالم، وبلغ عدد جرائم الكراهية المئات، وشملت الاعتداءات الجسدية الوحشية وإحراق عدة مساجد وجريمتي قتل على الأقل. إذا تذكر الجميع ما قاله بوش الإسلام هو السلام في مسجد واشنطن، فكم منهم يتذكر أن الإدارة الأمريكية نفسها قد بدأت بالفعل في اعتقال واحتجاز المئات إن لم يكن الآلاف من المهاجرين المسلمين، وغالباً في ظروف قاسية للغاية ومسيئة. كم منهم يتذكر الخط الساخن الذي أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي مباشرة بعد هجمات 11 من سبتمبر، الذي تلقى
أكثر من 96 ألف بلاغ في أسبوعه الأول. بعد 20 عاماً يجب على كل أمريكي أن يسأل ما الغرض من الحرب على الإرهاب؟ أهدرت تريليونات الدولارات في الميزانيات العسكرية وقتلت مئات الآلاف من الناس ودمرت مجتمعات بأكملها واقتلعت وشردت. ما الذي أحدثته هذه الحرب العالمية غير المزيد من البؤس والمزيد من الدمار والمزيد من العنف السياسي في كل مكان ألمت به وعلى مدى العقدين الماضيين؟ أضاف الكاتب: أي نسخة من جورج دبليو بوش ينبغي تصديقها؟ رئيس الكلمات الرقيقة عن المسلمين: المسلمون هم أطباء ومحامون وأساتذة قانون وأعضاء في الجيش ورجال أعمال وأصحاب متاجر وأمهات وأباء، وهم بحاجة إلى أن يعاملوا باحترام. أم إدارته التي تمارس وتمارس أعمالا لا ترحم تجاه المسلمين أنفسهم؟ عن انتخابات 8 أيلول سبتمبر في المغرب نقرأ مقال الكاتب سعيد يقطين، إذ قال فيه: أعد حدث هذه الانتخابات تسجيلا للتاريخ لا يختلف عن حدث كلمة الشعب في 20 من شباط فبراير. وضع الشعب المغربي ثقته في العدالة والتنمية لكونه حزبا مختلفا عن بقية الأحزاب التقليدية والوطنية التي تداولت السلطة منذ الاستقلال، وكانت الشعارات التي رفع هذا الحزب تذكر بالشعارات الكبيرة التي ظل يرفعها اليسار. لم تحقق العدالة والتنمية أيا من انتظارات الشعب المغربي وتوقعاته، وكان الفشل ذريعا على المستويات كافة، فمن ارتفاع المديونية إلى اتخاذ قرارات غير صائبة في التعليم والصحة والسكن وغيرها، إلى بروز علامات البحث عن المصلحة الخاصة وممارسة الخطابات السجالية العقيمة. كل ذلك وغيره أبان للجميع الذين صوتوا عليه خلال دورتين أنه لا يختلف عن بقية الأحزاب التي أجمع عليها في لحظة ثم نفض يده منها في النهاية. سقطة العدالة والتنمية نتيجة حتمية للغرور السياسي الذي اعترف به الاتحاد الاشتراكي في عام 2007. كيف يمكن لحزب تاريخي في الوطنية والديمقراطية قدم شهداء وتضحيات جسيمة وكان الشارع المغربي برمته يتعاطف معه أن ينتهي تلك النهاية؟ إنها الصورة نفسها التي وقعت مع العدالة والتنمية. كيف يمكن لحزب رآه الشعب بديلاً عن الأحزاب التاريخية أن يفقد كل الرصيد الذي أمده به الشعب دفعة واحدة ويجعله وكأنه حزب في بداية ظهوره؟ وأضاف الكاتب: تتعدد التفسيرات والتأويلات بشأن ما وقع للاتحاد الاشتراكي سابقاً والعدالة والتنمية لاحقاً، لكني أي الكاتب أطمئن إلى تفسير أراه ملائما، أن أي حزب أو طائفة أو عصبية عندما تتوافر لدى أي منها جماهيرية تتكون في متخيله السياسي وهو يعمل من أجل الوصول إلى السلطة صورة الحاكم الذي يريد أن يتقاسمها معه أو يحل محله. وافق مشرعو ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة على تشريع لتسهيل قيام المصابين بأمراض لا شفاء منها، وذلك بإنهاء حياتهم بتسريع حصول الميؤوس من حالتهم وتسهيلها وهم على وشك الوفاة في الولاية على وصفات لجرعات قاتلة من العقاقير. تأتي هذه الموافقة بعد 5 أعوام من سماح كاليفورنيا الأطباء بوصف جرعات مميتة من العقاقير للمصابين بأمراض لا شفاء منها والذين يريدون تناولها بأنفسهم لإنهاء حياتهم. ويتطلب القانون الحالي من المرضى تقديم طلبين شفهيين إلى الأطباء بفارق زمني 15 يوماً وطلب مكتوب موقع عليه ومؤرخ وبشهادة شخصين بالغين.
وقبل الختام مشاهدينا الكرام نبقى مع وقفة قصيرة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.